ومعنا هاتفيا مشاهدينا الكرام الكاتب والباحث السياسي من بغداد دكتور عبد السلام ياسين السعدي. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. إذن في إطار صراع الكتل السياسية هناك أنباء عن إمكانية تحول ائتلاف النصر إلى المعارضة مع عدد من الكتل والأحزاب السياسية، إلى ما ترجع هذه الانشقاقات في حكومة عبد المهدي؟ أهلا وسهلا ومرحبا بك وتحية لك والأخوة المشاهدين. وحياك الله. لو نجي نشرح الظرف اللي مرت به تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، لا تزال تعقل عملية إكمال التشكيلة أو الكابينة الوزارية اللي من المفروض أن تكون قد اكتملت منذ طويل، وتنفيذ البرنامج الحكومي اللي وعد به الشعب. هذه الخلافات بين القوى السياسيه حول كمال الكابينه وصلت الى مراحل خطيره، والكتله الواحده وصلت جهار الى سيفكم. فهناك تمسك بعض النواب قاده الكتل بمرشحين بعض القوى تتعمد اثاره خلافات تصعيد الصراعات السياسيه حتى تقول الصيف اللي هو عن الأبواب، وهذا دائما فصل الصيف ما يشهد احتجاجات شعبيه واضحه منددة بسوء الخدمات في صاحب الحكومه الجديده. نعم. وعليه فتحالف البناء اللي يراسه هادي العامري لا زال متمسك بمرشح صالح التيار الداخلي. نعم. ويستثن حجم الخلافات بين اكبر كتلتين في البرلمان وهما كتل تحالف الاصلاح وتحالف البناء. وسوف نشهد ايضا تفكيك بعض التحالفات بسبب احتواء القوى على تنافس فكري. نعم. مثل اشتقاق رئيس حزب الحل جمال الكربولي وانسحابه من تحالف البناء، وكما هو ادعى بعدم تحقيق الطموحات في صناعه افق سياسي وطني. طيب في هذا السياق كيف تقرأ تحركات العبادي هذه في جمع الأحزاب والكتل للاصطفاف ضد حكومة عبد المهدي؟ بداية هو العبادي ألمح أكثر من مرة تشكيل حكومة عبد المهدي جاءت بطريقة جدا صواب، يعني بدون كتل سياسية واضحة تتبناها وتحمي وتجاوز سياسة العمل السياسي الطبيعي، فضلا عن ان العباد يعتقد ان المشكله بدات في الغموض اللي رافق عمليه تسويه الوزراء وتجاهل الاسئله حقيقه استقلاليتهم وتوصل في مفاوضات توزيع المناصب. نعم. مثل مدراء المكاتب ووكلاء الوزارات، فهذه كلها تشير الى ان رئيس الوزراء واطراف برلمانيه اتفقوا على توزيع 450 منصب بالوكاله. بين كتل محدده من خلال تحويلها الى مناصب دائمه يصعب ازاحتهم بالمستقبل. اضافه الى ان هناك اطراف سياسيه ودينيه طبعا بيناتهم العبادي وبعض مراجع النجف ترصد نوع من الفوضى في اداء بعض الوزارات اللي باتت تخضع لحزب الوزير. نعم. تصير بادارتها وسط تعالي نغمات عن ملفات فساد كبيره وتورط الوزراء في الكابينه الحاليه بهذه العمليه. طيب دكتور عبد السلام، حيدر العبادي الى التحرك لكسب حظ اخر او نيل حظوظ اخرى لعودته كرئيس الوزراء. بعض النواب حملوا كتلتي الفتح وسائرون مسؤولية تأخير استكمال هذه الحكومة، من برأيك يقف وراء هذا التأخير؟ أخي العزيز، الأساليب التهديد اللي اعتمدتها الأحزاب. نعم. إذن شكرا جزيلا لك من بغداد كاتب البحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي.